أعزائي المشاهدين، انطلقت أعمال منتدى المرأة الاقتصادي الخامس برعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل، والذي نظمته غرفة الشرقية، وكانت كاميرا سيدتي هناك، وعادت لدينا بتغطية حصرية ولقاءات حصرية محلية ودولية. خلونا نتابع هاللقاءات. المرأة السعودية قوة التأثير لقيادة التغيير، بهذا العنوان انطلق منتدى المرأة الاقتصادي في نسخته الخامسة، ليمكن المرأة بحواسها الخمسة من أجل رؤية اقتصادية تتوافق مع 2030. هذا الملتقى هو ملتقى هام للغاية. أولا هو تحت شعار لابد أن نتبناه جميعا، المرأة ثروة وطن. والمرأة ثروة وطن هو معنى كبير، بمعنى أن يؤمن الوطن أن المرأة هي المسار الحقيقي لتحقيق التنمية. هذا هدف أطلقناه في جامعة الدول العربية، وهو تمكين المجتمع بالمرأة وليس تمكين المرأة فقط من أجل المجتمع. احنا في غرفة الشرقية فعلا قاعدين نشتغل على حزمة من البرامج لنصل إلى هذه الرؤية ونحققها، بحيث أنها تكون المرأة تشارك في سوق العمل بنسبة أكثر من 30%. خلال أعوام قليلة وضعت المرأة السعودية بصمتها في عالم الأعمال والاقتصاد، وما زال أمامها الكثير. ارتكز منتدى المرأة الاقتصادي على أهمية الدعم للمرأة ابتداء من المرأة نفسها. كانت عن كيف ممكن المرأة تدعم المرأة الأخرى، كيف ممكن أنه كلنا كنساء نقلل من حجم الطاقة المهدرة. إحنا عندنا في المملكة عدد كبير من النساء المؤهلات جامعيات، ولكن نسبة البطالة عالية جدا لأسباب مختلفة. قد يكون أحد الأسباب أنه إحنا ما بندعم بعضنا البعض، وبالتالي كلنا بنخسر. احنا في النهاية نتعامل كأننا أخوات في البيت الواحد، كيف الأخت تدعم أختها عشان مصلحة العيلة واسم العيلة. احنا في المملكة كسيدات أعمال أو في قطاعات مختلفة مفروض ندعم بعض، لأنه في النهاية عندنا العائلة الأكبر اللي هي المملكة. احنا لازم في النهاية نكون جديرين باسم المملكة. دخول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى، كانت هذه الراية هي البداية لتعزز لها حصولها على المراكز القيادية وتخطي العقبات أمامها. أنا تشرفت بإني أكون ضمن أول مجموعة تكون من النساء الشوريات. يمكن نحس أنه الهدف الأساس كان أنه التأسيس لوجود المرأة في الدورات القادمة. يمكن أكبر إنجاز هو قبول المجتمع لنا، وقبول أنه المرأة فعلا تشارك في اتخاذ القرار. من 2004 إلى 2014 المرأة السعودية ما كانت تقدر تدخل، من وقت ما كانت تقدر تدخل تمشي في الغرف التجارية إلى اليوم أنت ترينها في مجلس الإدارة، وترينها تمسك مناصب قيادية في داخل هذه المنظومة. إذا حنا عملنا هذا في أقل من 10 سنين، فأنا أعتقد أن احنا نستطيع عمل الكثير في 14 سنة المقبلة. أي فكرة ممكن إيها تتطور تصير مشروع ناجح، أؤمني بنفسك، أعرفي قدراتك. منتدى المرأة الاقتصادي الخامس هو فرصة لانطلاقة اقتصادية أمام المرأة السعودية لحصولها على الفرص. النقطة الأساسية اللي كنت حابة أركز عليها وما زلت في كل منبر أركز عليه وجود الفرص. الفرص موجودة ومتاحة للكل. اليوم السوق تغير، تغيرات السوق صارت تسمح بمشاركة المرأة على كل المجالات. أنا رافضة جدا مسمى تحديات المرأة، لأنه ما في تحديات خاصة بالمرأة. التحديات حتى لو كانت في مجال معين أو تحت إطار معين، إحنا نقدر نتجاوزها أكيد بثقتنا في نفسنا وثقة المحيطين بنا. المجتمع لابد وأن يكون داعم، وحتى والمجتمع هو غير داعم في بعض الأحيان الصغيرة المرأة تتجاوز هذا. فالمقارنة التي طرحت بأن المرأة ليس لديها ثقة كافية في نفسها من أجل تحقيق ما تصبو إليه، أنا أرفضه. بالعكس، أنا أرى أن الصعوبات تجعل من المرأة أقوى.
أعزائي المشاهدين، تفاصيل أكثر عن نجاح منتدى المرأة الاقتصادي الخامس، أرحب بضيفتي عبر الهاتف الأستاذة سميرة سويق، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية. مساء الخير أستاذة سميرة. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذة سميرة. بعد ختام منتدى المرأة الاقتصادي واللي كان بتنظيم غرفة الشرقية، كيف تصفين نجاح المنتدى خلال ما حققه من أهداف؟ الحقيقة المنتدى في نسخته الخامسة نجح بكل المعايير. نجاح يعني شعرنا فيه كلنا، شعروا فيه الحضور، شعروا فيه المتحدثات، ترك صدى كبير في مجتمع الشرقية، بل يمكن مجتمع السعودية بأكمله. المؤتمر أو المنتدى كان مميز بالمتحدثات، مميز بالجلسات النقاش الأربعة اللي أدرجت، وكانت كلها تتناول مواضيع حيوية تهم كل مرأة سيدة أعمال كانت أو عاملة أو موظفة. الحقيقة يعني كل من حضر في هذا المنتدى طلع بانطباع جيد عن مستقبل المرأة السعودية أو عن حتى حاضرها، لأنه إحنا في واحدة من المتحدثات قالت أنه قبل 24 سنة عقدت جلسة نقاش وكانت تحوي يعني مثل ما يقولون قليل من ما تناولناه في منتدانا، ولاقت هجوم لدرجة أنه منعوهم أنه يعملون منتد يعني نقاشات لفترة. الحقيقة كان في شفافية عالية، كان في وضوح رؤية، تحدثنا عن كل ما يخص المرأة من أمور تساعدها على أن هي تتطور وترتقي تصل إلى المستوى المطلوب منها في رؤية 2030. احنا كلنا نعرف أن رؤية 2030 سلطت الضوء على المرأة بشكل واضح، وحطت المرأة في مكانة أنه أنت يا سيدة سعودية يجب أن تكونين من القوى الاقتصادية المهمة في المملكة. هذا يحملنا مسؤولية، والثقة اللي أعطيت لنا لازم إحنا نكون على قدرها. فهذا المنتدى كان مثل ما تقولين يعني نوع من المساهمة منا إحنا كغرفة الشرقية بأنه نساعد هالسيدات على أنه يوصلون للمطلوب منهم. نعم، طب أستاذة سميرة، بمساعدة هذول السيدات، هل تتابع غرفة الشرقية ما تم طرحه من مناقشات خلال جلسات المنتدى ومشاركات الحضور في متابعة؟ أكيد ما في شك، غرفة الشرقية ماخذة على عاتقها الاستمرارية في كل عمل. يعني إحنا النسخة الخامسة هذه طلعت بعد نسخ سابقة كان فيها تدرج لوضع المرأة، يعني بدينا من كيف إنه يعني كل مرحلة لها إنجازات خاصة فيها، وكل مرحلة تحتاج إلى نشر وعي خاص فيها. فمن هذا المنطلق إحنا اشتغلنا في المنتدى في هذه النسخة. نعم. والحقيقة الشرقية، غرفة الشرقية دائما تواصل مركز التدريب، مركز النسائي عندنا في الغرفة، مركز سيدات الأعمال، يعني خططهم برامجهم كلها تدور حول هذا الشأن، اللجان سيدات الأعمال. فالحمد لله أنه إحنا إن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح إن شاء الله. طيب أستاذة سميرة، هذه التجربة، تجربة غرفة الشرقية في المنتدى المرأة الاقتصادي الخامس، إيش حتضيف لغيرها من الغرف في المملكة العربية السعودية في دعم المبادرات وفعاليات نسائية؟ مثل إحنا كان في عندنا، وأكيد أنتوا الحين أذعتوا جزء من هالمداخلات أو هذه المشاركات. نعم. اللي هي قصة الدعم لبعضنا البعض. أكيد إحنا بدون ما ندعم بعضنا وبدون ما نساند بعضنا كغرف تجارية، كتجمعات نسائية لها اهتمام بالشأن العام والشأن الاقتصادي، لا يمكن إنه يعني نطلع بنتيجة فعالة. ما في شك إنه كل الغرف تدعم بعضها بعض،
احنا كغرفة الشرقية يعني نلاقي دعم من مجالس الغرف، احيانا نساهم في اضافات، نحاول انه احنا نناقش قوانين، هذا يعني هذا جزء من عملنا في غرفة الشرقية. نعم اكيد احنا نتمنى لكم كل التوفيق استاذة سميرة صويغ عضو مجلس ادارة الغرفة الشرقية، شكرا لك. كما شاهدتم اعزائي المشاهدين، روتانا خليجية كانت السباقة في عمل التقرير الحصري، لكن بعد هذا التقرير فاصل قصير، لكن اكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.